يعني فعلا الدولة بتعتبر محور التنمية البشرية موضوع مهم جدا باعتباره ضمانة رئيسية لبناء الإنسان المصري عشان نقدر ان احنا نضمن حياة كريمة لجميع المواطنين. مشروع بداية تم اعداده وفق ما تضمنته رؤية مصر 2030، ده غير طبعا مخرجات الحوار الوطني بالإضافة لما تتضمنه برنامج او تضمنه برنامج عمل الحكومة بجانب الاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. يا صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا أستاذة بسام، صباح الخير يا أستاذ مصطفى، صباح الفل على كل مشاهديكم الكرام. أهلا بك يا دكتور، يعني بداية حابين نعرف تفاصيل المشروع أكتر. الحقيقة إنه واحدة من أهم تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة هي العمل على بناء الإنسان المصري من جميع النواحي، من الناحية الصحية، من الناحية البدنية، من الناحية الثقافية، من الناحية الاقتصادية، من ناحية اكتساب المهارات، من ناحية تأهيله بشكل مكثف جدا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل لتحسين الوضع الاقتصادي، من ناحية إعادة مرة أخرى الهوية المصرية الأصيلة المتمثلة في القيم والمبادئ التي نشأ عليها المواطن المصري وتميز بها المواطن المصري. عشان كده كانت المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واستحداث هذا المنصب وهو منصب نائب رئيس دولة مجلس الوزراء للتنمية البشرية والمجموعة اللي بتضم عدد كبير جدا من الوزارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الإنسان. احنا بنتكلم على وزارة الصحة والسكان، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، ومش عايز أنسى وزارات أخرى. لكن الحقيقة كل الوزارات التي تتعامل مع الإنسان من حيث كونه إنسان هي أعضاء في هذه المجموعة الوزارية. كويس كده. تهدف المبادرة أو تهدف المشروع القومي للتنمية البشرية في الأساس إلى بناء الإنسان. بناء الإنسان زي ما قلت لحضرتك كده من الناحية الصحية، البدنية، الاجتماعية، الثقافية، المهارية، الاقتصادية، وينتهي بتوافر المهارات والجدارات في سوق العمل. وعشان كده أيضا يمكن أنا نسيت أذكر وزارة العمل من وزارات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية. ده بيتم من خلال تنسيق كامل للعمل ما بين الوزارات، ومش بس الوزارات، لان احنا النهارده بنتكلم كمان على جهات شريكه من القطاع الخاص والقطاع الاهلي، المجتمع المدني، صندوق تحيا مصر، العمل التنموي، او كل الجهات التي تتعامل مع الانسان عشان اوصل لايه؟ تعزيز قدراته والمهارات الخاصه بالمواطن المصري، تطوير الخدمات الحكوميه اللي تقدم في للمواطن المصري في جميع المجالات، صحه، رياضه، تعليم، ثقافه، عمل، تضامن اجتماعي، الاوقاف، الازهر، الكنيسه المصريه. طب 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 احنا لما بنبص للفيديو يا دكتور اللي حضراتكم يعني نزلتوه على صفحه مجلس الوزراء بنشوف فيه مشروع اسمه بدايه، وبنشوف فيه شاب بيفتح موبايل ابلكيشن، وفي خطوات لتطويره او تنميته من خلال كورسات اذكر منها الجرافيك او المش عارف ايه. ده 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 في سياق الموضوع بتاع التنميه البشريه عامل ازاي؟ طيب خليني اقول لحضرتك الحقيقه انه لو احنا اكتفينا بالبدايه بمرحله الشباب يبقى احنا كدوله متاخرين جدا. المشروع القومي للتنميه البشريه في كتير من المبادرات، منها المبادرة اللي حضرتك ذكرتها في الفيديو ده، لكن هي بتبدأ من سن يوم لحد فوق 65 سنة، لأنه الكثير من المعارف والقدرات التي
تبني حياة الإنسان في وهو شاب بتبدأ إنه بيتعلمها من سن يوم ومن يوم لحد 6 سنين. فعندنا مبادرات وعندنا برامج قومية وبرامج فرعية يشارك فيها كل الوزارات اللي أنا ذكرتها دي من سن يوم حتى سن سنين عشان أنمي مهارات الأطفال وشجعهم على الإبداع واهتم بصحتهم، أقلل معدلات وفيات الأطفال. عندنا برامج عمرية للفئة من 6 سنوات لحد 18 سنة برضه تتضمن برامج تعليمية وتدريبية وجهزهم ثقافيا وبدنيا واجتماعيا لسوق العمل. عندنا برامج للكبار من سن 18 لسن 65 سنة برضه للتأهيل لخلق المواطن المصري المتمتع بكافة القدرات والمهارات والصحة الجيدة والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرة على التفاعل مع الثورة الصناعية الحديثة، القدرة على التعامل مع كل ما هو جديد بشكل مؤسسي مؤهل. كل ده وأنا بحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة. وبتكلم على سن كمان فوق 65 سنة، لأن المواطن فوق 65 سنة أيضا له نصيب كبير من التنمية البشرية. بنقدم كل حياة المواطن منذ أن يولد وحتى فترة الكهولة أو اللي بنسميه المواطن السينيور. كل دي في برامج تم إعدادها للتعاون من كل وزارات المجموعة الاقتصادية والمجتمع المدني، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، بهدف بناء الإنسان أو المشروع القومي لبناء الإنسان بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية جديدة للإنسان المصري. المدة الزمنية بقى يا دكتور لتنفيذ المشروع ده قد إيه؟ لا، هو المشروع ده عمل مستدام للدولة لن ينتهي، لأنه كل هي مش مبادرة إحنا هنعملها مثلا وخلاص. لا لا، ده مشروع قومي للدولة لبناء الإنسان المصري، وكل ما فيه طفل بيتولد على الأراضي المصرية وفي كل ما فيه مواطن سنه بيخرج من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية، فالمشروع القومي مستمر معاه. هي الفكرة بس إنه ممكن يبقى المشروع القومي ده يتم تنفيذه في البداية على مراحل، يعني في المرحلة الأولى نطلق المبادرات والبرامج الفرعية المرتبطة من سن يوم لسن 6 سنين. ممكن بعد فترة وليكن 3 أو 4 شهور تنطلق المبادرات المرتبطة من سن 6 سنين ل 18، بعد كده من 18 ل 65. يعني البرامج اللي داخل هذا المشروع هي المتغيرة، لكن المشروع نفسه قائم. لكن بالضبط كده، المشروع هو مشروع مستدام للدولة المصرية. هدفه دائما وأولا هو المواطن المصري، عشان في النهاية يبقى الحياة الكريمة ومبادرة السيد الرئيس الأم هي واقع فعلي يحياه المواطن اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وبدنيا. الاهتمام بالشباب والرياضة وإن يبقى في عندنا ثقافة الحركة وثقافة التحرك للوصول إلى حالة من تحسين الصحة من خلال ممارسة الرياضة، دي ما ينفعش الناس تتعلمها سن 18 سنة، ما ينفعش العادات الصحية دي تكتسبها سن 6 سنين، لازم تكتسبها من يوم واحد من الولادة، منذ الميلاد. صحيح. يعني مشروع بداية هو نقلة حقيقية في الصحة والتعليم والعمل على خليني أقول فكرة التنمية البشرية. بشكرك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.